انضم إلينا من باريس الباحث السياسي الدكتور رامي الخليفة العلي. أهلا بك سيد رامي. بداية، هل أوجزت لنا ملابسات هذا الهجوم، وهل اتضحت هوية ودوافع المهاجم؟ اهلا بك هنا وصباح الخير. باعتقادي الى الان الحقيقه المعلومات المتاحه التي التي صرحت بها وزاره الداخليه الفرنسيه ومصادر في الشرطه ان هنالك شخصا يحمل حقيب الظهر حاول الهجوم على احد جنود المتواجدين في متحف اللوبر، على احد السلالم في هذا المتحف، فقام الجندي باطلاق 5 عيارات ناريه على هذا المهاجم. تم تفتيش الحقيبه فلم يتم ايجاد اي متفجرات. هنالك مصادر في الشرطه تشير الى ان المهاجم صاح قبيل هجومه الله أكبر، وبالتالي هذا ربما يكون دلالة على أن للهجوم دوافع إرهابية. كانت الشرطة مترددة في بداية الأمر، أعلنت أن الهجوم هو هجوم خطير دون أن تشير إلى أنه إرهابي، ولكن سرعان ما سارع رئيس الوزراء برنار كازنوف إلى اعتبار هذا الهجوم بأنه هجوم إرهابي. تم إلقاء القبض على شخص آخر تم الشك في تصرفاته في المتحف أيضا، ولكن سرعان ما تم الإفراج عنه لعدم وجود أي إشارات تشير إلى أنه ربما يكون متورط في هذه العملية. هنالك حالة تأهب، قامت قوات الأمن بتطويق متحف اللوفر. كما تعلمين هنا فإن متحف اللوفر يحد من أهم المعالم السياحية في العاصمة الفرنسية، وهنالك عدد كبير من السياح والمرتادين لهذا المتحف. قامت السلطات الأمنية بتطويق هذا المتحف وإخراج كل المرتادين وكل الزوار، وقامت بعملية تفتيش دقيقة، وما تزال التحقيقات في بدايتها. هنالك الحقيقة متحدث باسم المدعي العام أشار إلى أن ربما تكون هنالك عملية إرهابية تم إجهاضها. تم الإشادة أيضا بالسلطات الأمنية التي كانت على أهبة الاستعداد لمثل هكذا احتمال هجوم إرهابي. أريد أن أسألك، يعني هل يعد ما حدث إخفاقا أمنيا بما أن المهاجم تمكن بالفعل من دخول إلى محيط اللوفر، أم يعد نجاحا بالنظر إلى حجم الخسائر؟ الحقيقة بحسب وزارة الداخلية الفرنسية وبإعلانها الأول عن هذا الهجوم أشارت بأن ذلك يعتبر إنجازا أمنيا. أولا، المهاجم لم يكن يحمل أي أسلحة نارية، وبالتالي كان التفتيش دقيقا. أيضا لم يكن يحمل أي متفجرات، وبالتالي هذا يشير إلى أن الإجراءات التي تتخذ في المناطق الحساسة وفي المناطق السياحية التي يرتادها الكثير من الفرنسيين والسياح على حد سواء، هنالك إجراءات أمنية مشددة. لا شك بأن العمل الفردي ربما هذه ميزة هذا الهجوم الذي تم هذا الصباح بأنه عمل فردي. إلى الآن على الأقل ما تشير إليه تحقيقات وزارة الداخلية والشرطة الفرنسية، يصعب جدا إحكام السيطرة على أي عمل فردي يمكن أن يقوم به مهاجم أو إرهابي، وبالتالي إلى حد ما يعتبر إنجاز للسلطات الفرنسية التي استطاعت إجهاض مثل هكذا عمل إرهابي. لأنه لو كان هنالك أسلحة نارية ولو استطاع أن يتسلل إلى متحف اللوفر لكانت الضحايا عدد الضحايا كبير للغاية، لأن هنالك أعداد كبيرة من الزوار تزور المتحف. طيب دكتور رامي، برأيك كيف يتوقع أن يلقي حادث كهذا بظلاله على الاستحقاق للانتخاب الرئاسي المقبل؟ دعينا نشير هنا إلى أن إلى الآن لا نعرف على وجه التحديد كل ملابسات هذا الهجوم، وبالتالي نحن بانتظار الحقيقة الكثير من المعلومات التي سوف تفرز عنها وزارة الداخلية حال انتهاء التحقيقات. إذا ما ثبت أن هذا عمل إرهابي، لا شك أن ذلك سوف يتفاعل مع الحملة الانتخابية القائمة هنا في فرنسا على قدم الوساقة. تتحدث عن الانتخابات الرئاسية، مما لا شك فيه أن اليمين المتطرف على وجه التحديد سوف يتلقف هذا الحادث لكي يستخدمه كخشبة لتبرير خطابه السياسي، خصوصا فيما يخص المهاجرين وفيما يخص اللاجئين وكثير من القضايا. دكتور رامي، سنتحدث بعد لحظات عن المشهد الانتخابي في فرنسا، من فضلك ابقى معنا، سأعرض لحضراتكم موضوعا من صفحة العالم على موقعنا bbcarabic.com. الخبر يقول: الادعاء الفرنسي يوسع التحقيق مع فرانسوا فيون مرشح يمين الوسط للرئاسة. تفاصيل الخبر تقول إن الادعاء الفرنسي وسع التحقيق بشأن الذمة المالية لفرانسوا فيون مرشح يمين الوسط في الرئاسة الفرنسية لتشمل مبالغ دفعت لاثنين من أبنائه بحسب تقارير. يواجه فيون ضغوطا متزايدة للاستقالة بشأن مزاعم بأنه دفع لزوجته راتبا كبيرا كمساعد برلماني، على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى أنها كانت حقا تساعده في عمله. من المتوقع أن تحقق السلطات في أكثر من 80,000 دولار دفعت إلى كل من ماري وشارل فيون عندما كان والدهما عضوا في مجلس الشيوخ. أعود إليك مجددا دكتور رامي،
الادعاء الآن الادعاء العام الفرنسي يوسع التحقيق مع فرانسوا فيون، هل يعني ذلك أن المحققين لديهم أدلة دامغة وكافية للشروع في مثل هذا التحقيق؟ بحسب النظام القضائي أعتقد أن لديهم أدلة يمكن الارتكاز عليها في فتح هذا التحقيق، خصوصا أنه لا توجد على سبيل المثال بطاقات كانت تسمح لابني فرانسوا فيون بالدخول إلى البرلمان وبالدخول إلى مجلس الشيوخ، بحسب ما تحدث هو عنه بأنهم كانوا مساعدين برلمانيين، وبالتالي الحقيقة هنالك شكوك كبيرة تحوم حول فرانسوا أولاند بأنه استفاد من وجوده كعضو في البرلمان وعضو في مجلس الشيوخ لتوظيف زوجته وأبنائه، وبالتالي يتم الحديث عن مبلغ 900 ألف يورو، خصوصا أن فرانسوا فيون يرتكز في حملته الانتخابية على أنه سوف يقلص إهدار في المال العام وسوف يستغني عن 5000 وظيفة، وبالتالي هذا يضع خطابه الانتخابي في حالة تناقض. لذلك هنالك هنا في الطبقة السياسية وفي اليمين على وجه التحديد هنالك ضغوط متزايدة على فرانسوا أولاند فرانسوا فيون من أجل التخلي عن ترشيحه لمنصب الرئاسة، وبالتالي البحث عن شخصية أخرى من اليمين من يمين الوسط على وجه التحديد من أجل أن تخوض غمار الانتخابات الرئاسية. يتم الحديث عن ألان جوبي، ولكن إلى الآن الذي سيختاره اليمين هو ألان جوبي، هل سيتراجع ألان جوبي عن موقفه السابق بأنه لا يريد أن يدخل المعترك الانتخابي حتى ينقذ اليمين من هذه المعضلة؟ الحقيقة هنا إلى الآن لا توجد هنالك تصريحات واضحة من فرانسوا فيون تشير إلى أنه عن إمكانية التراجع، هو تقدم بشكل طوعي إلى المدعي العام وأدلى بشهادته، وبالتالي هنالك انتظار لنتائج التحقيق، ولكن مما لا شك فيه أيضا أن الضغوط من قبل الطبقة السياسية واليمين ويمين الوسط على وجه التحديد تتزايد على فرانسوا فيون من أجل تقديم استقالته والانسحاب من الانتخابات الرئاسية، وبالتالي بالفعل هذا يفسح المجال لمرشحين آخرين وعلى رأسهم ألان جوبي المرشح بقوة الذي جاء في المرتبة الثالثة ربما، وبالتالي هنالك بالفعل إمكانية ربما لعودة، ويتم الحديث صباح هذا اليوم في وسائل الإعلام الفرنسية عن إمكانية إعادة انتخابات اليمين أو الانتخابات التمهيدية لأحزاب اليمين. أشكرك شكرا جزيلا الباحث السياسي الدكتور رامي الخليفة العلي، كان معنا من العاصمة.